هل ده خدك شوية من فكرة إن أنا أهتم ببيتي بولادي بجوزي هل ده خدك؟ بالعكس. عشان ناس كتير قوي بتخاف ايوه صح إن أنا هعمل البالانس إزاي، هعمل صحيح. توازن إزاي. بصي اقول لك، اي يعني انثى بقى بجد بتعرف تعمل بالانس، سواء بتشتغل او او ربة منزل، هي كده كده بتعمل مجهود جبار في طبعا ان هي صح، بتهتم بنفسها وبيتها وجوزها واولادها. طلع ده من مجهود بقى. كده. بالظبط، بتقولي بتطلع نار من بقها اه هي. دي حقيقة. فتخيلي بقى كمان لو ما بتشتغل، فهي لا بالعكس بقى، لو عملت حاجه بتحبها هي هتنور. يعني لو عملت حاجه بتحبها شح هتشحن الطاقة، فتقدر ان هي تعكس، هتبقى هي سعيدة فتعكس السعادة على اولادها برافو وجوزها صح. وبيتها. لكن قبل كده على فكرة هتحسي ان هي ماشية في دوامة، وعلى فكرة هي عايشة بس روحها ميتة. يعني فهم مش عايزين ده، هم مش عايزين ام تعبانة، ام مش بتقعد معاهم تتكلم، ولا الزوج عايز واحدة طول الوقت ان هي بس بتعمل حاجات روتينية، لا وعايز روح. فكرة إني أعمل حاجة باستمتاع، أعمل حاجة بحب، اول ما أكون بتعمل بعمل صح، لهم الحاجة وأنا مبسوطة. وده بيجي زي ما انت قلتي، لو مشيتي سيبي نفسك شويه، مش بقول دايما نمشي ورا احساسنا وما نخططش، Go بس with the flow، سيبي بس شويه، نسمع، آه نسمع لإحساسنا سيبي ولقلبنا، احساسك لصوت شويه قلبنا. يقودك، هتلاقي فعلا في نتائج رائعه يعني. واتمنى يا رب ان الواحد يقدر يستمر بقى في... احنا إن بدانا شاء بقى، عارفه الله. بقى، فتحت ماسوره كورسات من أيوة. ساعتها. من ده ساعتها إدمان. ادمان. بس احلى طب ادمان. ولو قلنا بقى كده يعني حاجة كده، لا مش ناوية بقى خلاص اخدها في التخلي تجلي، طبعا. هدخل 2023 مش واخداها معايا، ايه الحاجة اللي مش عايزينها معاكم وانتوا داخلين 2023؟ اول حاجة انا في حاجة كنت دايما معايا كانت وقفتني كتير جدا، اللي هي الرفض. الرفض بمعنى ان انا كنت برفض مشاعري، يعني انا مش بقبلها، يعني برفض ان ابقى حاسة اني زعلانة او ضعيفة او زهقانة، ودايما بفكر هي هتخلص امتى هتخلص امتى. اكتشفت ان هي بتمسك اكتر فيا لما بكتشف ان هي هتخلص امتى. فبعد ما بقيت اقبلها او احاول افكر يعني انا ايه اللي عليا دلوقتي اعمله، اقبلها ازاي بقى عشان الناس تفهمها؟ اقبلها ازاي. انا دلوقتي اي مشاعر تجي لي كله يعني اي حد في السيشن بيكلمني اي حاجه، عايزه اخلص من الحاجه دي، انا عايزه انسى، انا عايزه ابطل اتوجع. مفيش حاجه اسمها كده، في كل حاجه بتاخد وقتها، هو احساس وهي عادي زي احساس الفرحه زي اي حاجه، احنا بنكبر الموضوع بنفوكس عليه فبيمسك فينا اكتر. صح، قانون التركيز، بتركزي على حاجه بتزيد في حياتك. اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نفرغ كل مشاعرنا. اول حاجه احنا ممكن نكتب كل اللي احنا حاسين بيه، وبعدين انا اشوف نفسي ايه اللي انا بقى اعمله عشان اخلص من المرحله دي من غير ما اقطع شرايين مثلا. ايوه صحيح، مش لازم ان انا اخلصها صحيح، مش امتى، لازم المهم اتخلص اخلصها من وانا حياتي. تمام. فانا مثلا بحب اتمشى، بحب العب رياضه، عايزه اعيط دلوقتي، عايزه انام، اروح لواحده صاحبتي، اكلم كوتش صاحبتي، بحب ارقص، بحب اغني، اللي بحب اعمله ان انا اعدي الفتره دي، صالح مع وهي الفكر. فتره وهتعدي. بقيت اقول لنفسي دايما قول الله ينجيكم منها ومن كل كرب، زي ما عدى الموقف ده هيعدي الموقف اللي بعده، بس هي صح. مسألة وقت احنا نشوف نتعامل معاه احنا بقى ازاي. مستعجلين، هيخلص مستعجلة امتى؟ مستعجلة خالص. مستعجلة قوي. دي حقيقة. بعد الفصل، احنا بعد بقى ما نطلع بقى. فاحنا المفروض نهدى على نفسنا شوية، والموقف هيعدي زي اي موقف هيعدي، ما نكبرش الموضوع. يعني انت كده مش ناوية تاخدي رفض؟ لا مش عايزة اخد رفض، انا مش عايزة اخد حاجات كتير، يا ايوه بقى لا قولي في لي بقى، البناء منهم قولي لي حاجة. البيت. بس كل حاجة شوية واجري. انسي في حياتك القديمة. بالظبط. لا بس هو بقول لك بقى اكتر حاجتين انا بالنسبه لي معطلين يعني، ونفسي بصراحه اتخلص منهم للابد، بس هو طبعا ما اتخلصتش قوي، بس ان شاء الله في 2023 يحاولوا ان شاء الله يمشوا. هو الاوفر ثينكينج، التفكير زياده عن اللزوم. ان انا كارثه. كان في واحده لسه بتفكر كتير النهارده قبل ما تنفس. يا جماعه تنفس، تمرينات تنفس. ان احنا بفكر كتير قوي 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 في النتائج، يعني ان انا قبل ما اجي مثلا اعمل حاجه اقعد اقول طب هي هتبقى كويسه مش كويسه، طب هتعجب مش عارفه الناس، طب مش عارفه. اعملي اللي عليكي وخلاص بقى. اللي بدات اتعلمه كمان ومن دراستي للكوتشنج وعلم النفس، اعملي اللي عليكي وخلاص بقى، سيبي ما دام الباقي الحاجه اللي بعد مش في ايديكي ما تقعديش تركزي عليها. لا انا بقعد اركز على كمان اللي في ايدي واللي مش في ايدي، اللي هو طب الناس هتبص للموضوع ازاي، طب هل هيبقى مفيد، طب ما في كتير بيعملوا الموضوع ده، طب اشمعنى انا اللي هسيب اثر واشمعنى اللي لا. وبعدين زي ما انت لسه قايله يا امنيه، فكره ان انت لما ركنتي حسابات العقل بالظبط تتصلي بقلبك، انت انتجتي، انت أيوة. وصلتي لحاجه نفسك كنت تحققيها، انت صحيح. دخلتي حاجه بتحبيها. صحيح. لكن هو الاوفر ثينكينج ده بيودينا فين؟ بيوقف. هو عمال يرجعنا، هو بيوقفك يعني طول الوقت بيوقفك، لانك دايما بتشوفي الوحش. يعني قبل ما تشوفي دايما بتحطي اكسبكتيشن، يعني توقعات سيئه، ما بتحطيش. طبعا صعب قوي تلاقي واحد عنده اوفر ثينكينج او بيفكر في المستقبل عنده توقعات ايجابيه. لا هو دايما قلقان، دايما عنده. فطبعا بقول لك انا حسيت بقى بعد كده كمان، لما الواحد الحمد لله وشكر لله بدا يشوف يعني يقرب شويه من ربنا، لقيت فعلا ده بيتجلى في ايه معروفه قوي، وقال ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يعني اعمل اللي عليك،
وخلاص بقى سيب كل حاجه ربنا. فهي ان شاء الله حاول باذن الله بدات اخلص منها شويه. هنرمي الاوفر ثينك. الاوفر ثينك في حاجه ثانيه ولا في حاجه معاها هتدخلي بحاجه هي سيئه برضو بس كله. لا معلش هرمي حاجه كمان. حاجة واحدة ماشي. هي البرفكشنست المثالية المفرطة عندي برضو يعني بصي هما اتنين مع بعض. عرفتي ليه كنت قاعدة 15 سنة مش عايزة اعمل حاجة؟ فعلا عشان انا كان عندي مثالية قوي، عايزة كل حاجة مظبوطة، عايزة يوم ما ابدأ اعمل فيديوز واتكلم مثلا حاجة توعوية للناس تبقى في حاجة مميزة تماما، عايزة الكاميرا تبقى مش عارفة ايه، عايزة اجيب مايك ايه، عايزة الموضوع يبقى، عايزة الكونتنت، فطبعا مش هتبدأي. فبقول لك يعني كبقى يعني تيب كده او نصيحه لاي حد عنده بيرفكشنست او مثاليه، لا ابدا. ما الكاميرا مش جاهزه، مش صور بالموبايل، مش عارفه، مش خطوه، الموضوع مش احسن حاجه كذا. كنت لسه حتى بتكلم سمر بقول لها في حاجه اسمها قانون الخمس ثواني. لما تكون عايز تقوم من مكانك على طول اعمل بالعكس عشان تسويف. 5 4 3 2 1 يا جماعه قوم اعمل قوم اعمل الحاجه، لكن غير كده فاتمنى باذن الله يعني ان شاء الله. حاجه بقى اللي تاخديها معاكي حاجه اخدها معايا اقول لك بصراحه اكتر حاجه يعني بقى بعد ما درست بقى ودخلت قوي وتعمقت في العلاقات وكنت عايزه بقعد انظر بقى انت عارفه ونقول المفروض الناس تعمل كذا عشان العلاقات تنجح اكتشفت ان كل المشكله في البني ادم نفسه. يعني روح اكتشف نفسك الاول، اعرف انت عايز ايه، ايه قيمك، ايه مبادئك، ايه اللي انت عايزه، ايه اللي ركزش على الناس، ركز على نفسك. فلقيت ان الهدف كله اكتشف ذاتك. فانا حاسه ان انا اطلع بقى باذن الله عايزه اكمل في ان انا لا بدات اكتشف نفسي، مش هدعي ان انا عرفت كل حاجه. دي رحله، دي جيرني، رحله طويله. بس اكتشفت ان هي رحله ممتعه ورحله مهمه وما اتعلمناهاش. يعني عايزه اقول لك طول عمرنا لا في البيت في اهلنا مثلا علمونا علمونا حاجات كتير تانية، بس الوعي نفسه ما علموكش ازاي تكتشف نفسك، ولا في المدرسه حد علمك يعني ايه تعرف نفسك. لا جرب اكتشف نفسي، ده اجرب حاجات كتير، اسيب نفسي زي ما انت قلتي لقلبي وعقلي وحاجات كتير، اجرب واستمتع واشوف ايه اللي انا هحبه وايه اللي مش هحبه عشان اقدر اعمل اكسكلودد للحاجات اللي ما بقتش بحبها. صح. فاتمنى يا رب نقدر السنه الجديده الواحد يكمل في انه يكتشف نفسه اكتر ويعمل حاجه كويسه ان شاء الله.